أن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى فقط، هل تستطيع أن تقرأ شيء من القرآن؟ بسم الله 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 الأصل الذي لا يسمع هو لا يتكلم، لأنه لا يسمع الحروف ولا يسمع الكلام ولا يستطيع أن يسمع أي شيء من حوله. ورغم هذا اجتهدت حتى تأخذ الحروف والكلام ممن أمامها، حتى لو قرأت سورة واحدة من القرآن. أنا ما أستطيع أكمل هذه الحلقة أصلا من أول ما واجهت هذه الإنسانة. تشعر بالخجل. كلنا